ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن. مرحب بحضرتك فد معنا إلى هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. بداية وبعد التحية، في البداية كيف تقرأ المشهد اليوم في أول أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الداخل المصري وتصويت المصريين في الداخل؟ أهلا بحضرتك. يوم جميل ومشهد جميل، حشود غير عادية موجودة من أول ساعة، من أول ما اللجان اتفتحت في جميع أنحاء الجمهورية. وعي الشعب جميل جدا، تنظيم انتخابي رائع، التزام كامل باللي بتقوله الهيئة الوطنية للانتخابات. يعني مع هذه الكثافات، مع هذه الحشود، مش هتلاقي في خرق انتخابي، مش هتلاقي صورة واحدة لمرشح حوالين اللجان. وبالتالي هو مشهد ديمقراطي جميل، تنافس جميل، انتخابات جميلة، لأنها برضو المرشحين في ثلاثة منهم نازلين عن أحزاب، فالأحزاب وراهم، ومرشح رابع مع أحزاب ومع قوى أخرى. الدنيا كلها عملت الحشد بتاعها مع إحساس الشعب المصري بأهمية المشاركة الحقيقة اللي الناس كلها كنا بتتكلم عليها. الشباب نفسه والتغير فيه وإحساسه ببلده، القوم بتاع بلده، ده حشود عمرنا ما شفناها في أول يوم. صحيح. إفندم، حضرتك كنت تتحدث عن نقطة بالغة في الأهمية، مسألة أنه في هذه الانتخابات التعددية يتنافس فيها أربع مرشحين. عن هذه النقطة تحديدا مهندس حسام، إلى أي مدى تساهم في رسم ملامح السياسة الداخلية والخارجية للدولة المصرية، لأن هناك أربع مرشحين بخلفيات سياسية مختلفة الحقيقة؟ هي بناء ديمقراطي. بصي، دي مش أول انتخابات رئاسية ولا آخر انتخابات رئاسية، دي شجرة ديمقراطية بتنبت في مصر وبتكبر في مصر. لأن الديمقراطية أنت بتطريش تستورديها، لازم تبقى شجرة موجودة في تربتك وهي بتتبني خطوة بخطوة. فالمقاطعة حتى هذه الانتخابات، بالانتخابات السابقة، بإن شاء الله الانتخابات اللاحقة، بتبين أن كل مدى ما الديمقراطية بترسخ، العملية الانتخابية نفسها بترسخ. المرة دي أربع أحزاب، ثلاث أحزاب نازلين ومرشح وراء أحزاب أخرى وقوى أخرى، زائد أجندات بتتقال، رؤى بتتقال، ناس سمعت آراء أخرى، الكل اتحرك. حتى الأحزاب المساندة للمرشحين بتطلع كل اللي عندها، وهي دي الانتخابات على فكرة، هي دي الديمقراطية، ان المساندين يبتدوا يطلعوا اقوى ما عندهم واحسن ما عندهم. دي خطوة. هتلاقي الخطوة اللي بعديها الاحزاب دي قويت وبقت اقوى، وبقت الوضع الطبيعي بقى هذا هو الانتخابات لاكبر واسمى كرسي في مصر. لأن الدولة المصرية هي دولة ذات حضارة عريقة، والحقيقة أن هذه الانتخابات الرئاسية كما حضرتك ذكرت تساهم في ترسيخ النظام الديمقراطي في الدولة المصرية. طيب، أسأل حضرتك على نقطة أخرى. الحقيقة كنا نتابع منذ قليل كلمة قصيرة لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أثناء إدلائه بصوته، قال بأن هذا الحق الدستوري والانتخابي مهم للغاية في إرسال صورة للعالم أجمع عن المشاركة الإيجابية والحضارية على ممارسة هذا الحق الدستوري. والحقيقة كنا نتحدث منذ قليل عن مسألة وعي المواطن المصري، وأن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية تراهن على وعي الشعب المصري والمواطن المصري. كيف تقيم وعي المواطن المصري في النزول والمشاركة في هذه الانتخابات والإدلاء بصوته في هذه الانتخابات الرئاسية؟ أي زي ما احنا شفنا كلنا، الحشود غير عادية في أول يوم، في أول ساعة. ده نتيجة وعي، ده نتيجة إن الشباب حصل له زي ما حقول كده فوقانة جامدة، إن في حاجة على بلدك ففاء، ودي نسبة كبيرة على فكرة، بنتكلم على 60% من الشعب المصري. الناس كلها حاسة دلوقتي إن صوتها هيفرق. هيفرق في ايه؟ هيفرق لبلده، انا بتكلم للبلد بغض النظر هو هيدي المشاركه. والكثافه العدديه الغير عاديه اللي موجوده من اول ساعه، هقول لك بتعمل غيره. يعني اللي مكسل ما بيديش صوته وبيبص يلاقي
جموع الشعب المصري نازله وواقفه بينزل. يعني هي حول ايه دايما بتبقى الانتخابات دي وقوتها وكثافتها بتبقى زي بقول عدوى. اللي مكسل بيشوف المنظر ده بتلاقيه لا انا لازم انزل. للعالم الخارجي طبعا لانه دايما العالم الخارجي بيبص للانتخابات عموما في اي بلد على ثقافه الشعب وصل ليه، على تماسك الشعب وصل ليه، ده وضع طبيعي ان بيبقى مقياس من مقاييس الكثافه. الحاجه الاخيره انها بتدي التزام اكبر لمن سيتولى المسؤوليه، لان العدد الغفير ده نزل لك وبالتالي بتديله مسؤوليه اكبر من المسؤوليه اللي عليه. كل الجماهير دي نزلت لك فبيبقى زي بيقول في جميله في رقبته لهذا، وبيبقى مسنود وهو بيكمل. يعني بيبقى المده بتاعته اللي موجوده اللي ربنا يوفقه مسنود على ظهير شعبي غير عادي ينزل له في السنه. طيب خليني اخذ من كلام حضرتك من سيتولى المسؤوليه. باشمهندس حسام، بدا الحديث يتصاعد عن اولويات المواطن المصري او الناخب المصري، وكما كنا نتحدث منذ قليل ان هذه الانتخابات تاتي في وقت في تحديات بالغه التعقيد، واتحدث هنا في المقدمه عن القضيه الفلسطينيه وكل المخططات الاسرائيليه اللي افشلها الحقيقه الموقف المصري، سواء من عدم تصفيه القضيه الفلسطينيه او حتى التهجير القسري لكل سكان غزه والاباده الجماعيه وما يحدث الان لسكان القطاع، عن الاوضاع وعن هذه التحديات التي تموج بها المنطقه اجمع، كيف من الممكن ان تخدم هذه الانتخابات او تحسم نتيجه الانتخابات الرئاسيه التعاديه والتي تنافس فيها اربع مرشحين؟ بصي، النزول زي ما شايفين بهذه الكثافة بيدي عدة رسائل، لأن احنا كشعب اتعلمنا رسالة من القضية الفلسطينية ومن ما يحدث في غزة، ان العالم لا يحترم الا قوي، العالم عنده الإنسانية لا بميت مكيال، وبالتالي الإنسانية عنده لا يعتمد على العالم، إنما لازم كل بلد تبقى معتمدة على تمسكها وعلى قوتها وعلى قوتها الحربية والعسكرية.